أعزائي طلبة المرحلة الرابعة للدراستين الصباحية والمسائية، نكمل معكم سلسلة محاضرات مادة تمريض صحة المجتمع. تكلمنا في المحاضرات السابقة على الكيس مانجمنت والفاميلي وديمنشن اوف هيلث كير والانترودكشن اوف كوميونيتي هيلث نيرسينج والكوميونيتي اسسمنت. نتكلم في هذه المحاضرة عن المحاضرة السادسة، راح نتكلم على الهوم فيزيت. سوف نتكلم في هذه المحاضرة عن الـ Defines of Home Visit، الـ Advantage of Home Visit، الـ Principle for Home Visit Program، شنو هي تعريف الـ Home Visit، شنو هي فوائد الـ Home Visit، ليش نسوي Home Visit، شنو المبادئ الأساسية للـ Home Visit Program، الـ Purpose of Home Visit Program، شنو الغرض، أكو فائدة من الـ Home Visit حتى نسوي Home Visit، شنو الفاكتورز اللي تأثر على الهوم على نجاح الهوم فيزيت بروجرام، شنو العوامل اللي تؤدي الى نجاح الهوم فيزيت بروجرام. ومعها راح نتكلم عن نيرسينج بروسيس اوف هوم فيزيت، شنو هي الخطوات التمريضيه اللي نستخدمها عند الزيارات المنزليه، وشنو الغرض من الزيارات المنزليه، وكذلك شنو البلان الخطه اللي نوضعها عند الزيارات المنزليه. وبعدها راح نسوي الايفالويشن الايفالويتنج او ذا هوم فيزيت، شنو التقييمات والاشياء اللي راح نقومها خلال الزيارات المنزليه. والاهم منه هو الدوكيومنتنج ذا فيزيت، شلون نوثق هذه الزياره، وليش نوثق هذه الزياره، الغرض من توثيق هذه الزياره. كل هذه هذا الاوتلاين الليرنينج اوبجكتيف او الاوتلاين اوبجكتيف راح نتكلم عنها بالتفصيل خطوة خطوة إن شاء الله في هذه المحاضرة. Define of Home Visit، منظمة الصحة العالمية عرفت الهوم فيزيت، شنو عرفت الهوم فيزيت؟ Home Visit Define as a formal call by the nurse، هو عبارة عن عمل رسمي أو اتصال رسمي تقوم به الممرضة on a client at the client residence to ممرضة تقوم أو توقع عقد تقوم بتوقيع عقد أو عمل رسمي مع المريض من خلال زيارات المريض. الغرض من هذه الزيارات to provide nursing care، الغرض منها الممرضة تعمل الهوم فيزيت على مود تقدم الرعاية التمريضية أو العناية التمريضية لهذا الشخص من خلال الزيارات المنزلية. اول شيء راح نتكلم على الادفانتج اوف هوم فيزيت، شنو هي فوائد او فائدات الزيارات المنزليه. اول شيء كونفينينس، راحه المريض، من اني اذهب للمريض اقدم له خدمات داخل المنزل او داخل بيت هذا الشخص، راح المريض يشعر بالراحه والطمانينه ولاذ واكثر من هذا. ونمبر 2 الاكسس، الوصول الى 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 العنايه الصحيه للمريض، وكذلك الانفورميشن، اقدم له المعلومات، انطيه فرد نصايح او رشد، على سبيل المثال مثل مريض ياخذ دايبيتيك ياخذ الانسولين، انا ابدي انطيه المعلومات عن الغذاء اللي يضر هذا الشخص، وكذلك انطيه طريقه البروسيجر، اعلم البروسيجر شلون يزرق هذه سرنجه الانسولين اذا هو ياخذ انسولين، وكذلك اذا ياخذ علاج انطيه احاول اعلم المريض عدد المرات اللي ياخذ هذا العلاج، وكذلك اذا المريض عنده شغلة كسر أو امبوتيشن أو بتر، هذه أحاول أعلم المريض على الوضعيات اللي يجب أن يتحرك بيها من يمين إلى يسار لمنع التقرحات وغيرها من الأمور. كذلك relationship، أكون علاقات مع هذا الشخص، لأن الأكثر اللي يحتاجون للهوم فيزيت هم ناس old age، والأولد إيج في هذا العمر يشعر دائما يشعر بالوحدة والانعزال، فيحتاج دائما إلى علاقات ولا إلى شخص يعني يتابع أموره. كذلك الكوست، وآخر شيء هو الأوتكم، شنو هي كذلك المخرجات أو فوائد هذه الزيارة للمريض نفسه. هنا راح نتكلم على الـ Principle for Home Visit Program، شنو المبادئ الأساسية والغرض منها من البرامج الزيارات المنزلية. أولا شيء هو Voluntary Participation and Cooperative Relationship، يعني أحاول أعمل اشتراك طوعي وتعاون تعاون وتقوية العلاقات. Number two، Promote Personal and Program Goals، أعزز من تعزيز من الشخصية وكذلك أقوي من أهداف هذا البرامج.
اللي برامج الهوم فيزيت. 3 ادريس مالتيبل جولز لونج تيرم از ويل از ذا شورت تيرم جين ان هيلث ستيتس. يعني هنا اضع اهداف متعدده، ربما تكون هذه الاهداف طويله الامد او قصيره الامد لغرض الزيارات المستقبليه. 4 بريميت فليكسيبيليتي ان ذا انتنسيتي اند ديوريشن اوف سيرفيس بروفايدنج. احاول اقدم خدمات بشكل مرن وسلس، يعني ممكن يعني خدمات ممكن يتجاوب معايا الشخص اللي يحتاج الى رعايه منزليه. 5 ان انكلود سنسيتيفيتي تو كلاينت ديفيرسيتي. 6 امبلاي وول ايدوكيشنال ستاف. هذا الستاف اللي اختاره اللي يذهب الى الزيارات المنزليه لازم اختاره من الناس اللي يحملون اعلى مرتبه علميه وثقافيه للتعامل مع هذا الشخص اللي يحتاج الى رعايه داخل المنزل. ممكن يكون هذا الشخص يتكلم لغه اكثر من لغه، فالشخص اللي حامل للثقافه يقدر يتعامل مع هذا الشخص. 7 ادريس رياليستيك اكسبكتد اوتكم. يجب ان اتوقع شنو هي المخرجات او شنو هي الفوائد من هذه الزياره. اخر شيء هي ايفالويشن فوكس اوتكم كوست افكتيفنس اند بروسيس يوزد. هذه كلها من ضمن البرنسبل للهوم فيزيت بروجرام. هذا برنامج كامل يقوم به الشخص النيرس خلال مراجعة الكلاينت الى المنزل. البيربس اوف هوم فيزيت بروجرام، هناك تكلمنا عن البرنسبل المبادئ الاساسيه للهوم فيزيت، هنا راح نتكلم الغرض من الهوم فيزيت. احنا ليش نسوي هوم فيزيت؟ اول شيء هو كيس فاندينج and referral، ايجاد الحلول او النتائج وكذلك عمل نظام الاحاله. health promotion and illness prevention، ركزنا بالمحاضره الاولى على ان الكوميونتي هيلث نيرسينج تتعامل دائما مع المريض، واول شيء تركز على الهيلث بريفنشن والالنس بريفنشن. هذا كل يعني مبداها الاساسي، كذلك الكير اوف ذا سيك اند كير اوف ذا داينج، العنايه بالمرضى والعنايه بالشخص في حاله الوفاه. اكثر العوامل الرئيسيه المستخدمه بالهوم فيزيتنج بروجرام اللي هي فاكتورز سكسسفل هوم فيزيتنج بروجرام. اول شيء هو الادريس مالتيبل جولز، يجب ان تكون يعني اهدافهم متعدده. يوز بروفيشنال ستاف، تكلمنا قبل شويه قلنا لازم يستخدمون ناس متخصصين، ناس من هم من اكثر حملت الشهادات. يعني على سبيل المثال احنا دائما بالمدارس الابتدائيه اللي صف اول وصف ثاني دائما يخلون هو من متخرج جديد هو يدرس صف اول صف ثاني، يعني الابتدائيه عكس الدول المتقدمه. شوف الطالب صف اول وطالب صف ثاني يدرس استاذ هو من حمل الشهاده ماجستير او دكتوراه او ما شابه ذلك. نمبر 3 انكوربوريت سيريوس فيزيت، يعني عمل سلسلة زيارات متكررة. 4 R target to high risk population، دائما يتعاملون معهم الناس الات ريسك، هم الناس الأكثر خطورة. يعني نقدر نسأل سؤال السعنة، من هم الناس الأكثر خطورة بالمجتمع نفسه بالمجتمع؟ قسموه إلى ثلاث أقسام رئيسية، هم الناس الأكثر خطورة بالمجتمع. يعني شلون بالدرجه الاولى هم الناس المسنين الاولد ايج، وبعدها هم الويمن البريجننت، وبعدهم هم التشايلد او التشيلدرن، هم هذول الناس يسمونهم ات ريسك، اكثر ناس معرضين يعني للخطوره او المشاكل الصحيه في المجتمع، هم الاولد ايج والبريجننت ويمن اند تشيلدرن والاطفال. هنا بالنيرسينج بروسيس اوف هوم فيزيت راح نبدي دايركت من بعد نعبر الاسسمنت والدايجنوز، لان هو اصلا المريض هنا مقيم ومشخص. اول شيء هو راح تكون البلانينج ذا هوم فيزيت، شنو هي الخطط اللي نضعها في حاله الزيارات المنزليه. اول شيء ريفيور بريف واز انترفينشن، نقوم بمراجعه التداخلات السابقه ونضع priority clients needs، شنو هي اولويات حاجات هذا الشخص او اللي نقوم بزياره له. 3 developing goals and objectives، نبدي ننظم الهدف الرئيسي والاهداف العامه. 4 considering acceptance and timing،
نرتب schedule جدول للوقت والمراجعات. 5 delineating nursing activities، نعمل على تنظ... يعني نعم بش... نعظم نعمل ستاف متكامل يقوم ب... ب... بمر... يعني بمراجعة هذا المريض على شكل دوريات أو على شكل جدولة. 6 obtaining materials، آخر شيء هو planning evaluation، نقوم بتقييم بعد هذه الخطوات بتقييم كل هذه الخطوات في نهاية الزيارة. Implementing the home visit، تنفيذ هذه الخطة يكون عن طريق number one validating assessment and diagnosis، تصديق التقديرات والتشخيص. To identify additional needs، نحاول نميز الحاجات الإضافية إذا أكو إشي نضيفه إلى الخطة. Modify the plan care، نعدل الخطة. Performing the nursing intervention، وآخر شيء dealing with distractional، يعني هنا نتعامل مع حالات صرف الانتباه أو حالات الإنهاء للمقابلة. Evaluating the home visit، أول شيء راح نسوي response to intervention، short term outcome، long term outcome، يعني نتائج بعيدة الأمد، نتائج قصيرة الأمد. The home visit process، آخر شيء هو outcome based quality improvement، والمخرجات يجب أن تكون معتمدة على نوعية جيدة ونوعية راقية في التعامل مع الناس اللي يحتاجون إلى عناية صحية داخل المنازل. وآخر شيء من ضمن الـ nursing process of home visit هو documenting the visit، يعني شنو هي الأشياء التي يجب أن نوثقها. أول شيء هو الـ client health status، الحاجات الصحية للمراجع أو للزبون. الـ goals and objective for care nursing intervention، الـ effect of intervention، والسبسيكوينت بلان فور كير. ليش اخر خطوه نسوي سبسيكوينت بلان فور كير؟ ليش نكتب هذا النوتس او الشيء؟ الغرض منه هو التوثيق. من الممكن اني احتمال اني رحت زياره على الشخص الفلاني، المريض الفلاني يعاني من ارتفاع ضغط الدم او يعاني من مرض السكر. بعدي اجى غير شخص، لازم اوضع له توصيات واشياء موثقة حتى يبدي بنفس الخطوات، حتى لا يصير اي ارتباك بالعملية العناية التمريضية. في نهاية هذه المحاضرة هنالك سؤال كويز ممكن الاجابة عليه، اللي هو home visit included all of the nursing process، low diagnosis only، low assessment، low all of above، low none، all of above. Thank you for your listening. آخر شيء أشكر حسن إصغائكم واستماعكم لهذه المحاضرة. أتمنى الاستفادة قدر الإمكان من هذه المحاضرة، وعلى لقاءات أخرى إن شاء الله في محاضرات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.